أنس رضي الله عنه: كنت ممن ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الأبواء ليزور أمه. يقول أنس: اسمع أيها الحبيب، النبي ما رآها وطلب من الله أن يستغفر لها، فلم يأذن الله أن يستغفر لها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى حقها، ذهب إليها. يقول أنس: فوقفت يومها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر ثم بكى حتى بل صلى الله عليه وسلم لحيته، ثم من شدة البكاء بل صدره من